مهنتهم قصة تانية. عمليا وضميريا وتقنيا وسلوكيا يقدر يشفي او ما يشفي موضوع اخر. استاذ نجيم بعد العلم كثير مؤخر تيعرف طاقة الدكتور داوود، وبعد الطب بعيد كثير عن هالموضوع هيدا، والفلسفة بتدخل بجدل بيزنطي. نعم. لا بيلاقي الملك لا ذكر ولا انتي. نعم. دكتور داوود كلمة أخيرة. في حقيقة في حقيقة على الأرض. الفلاسفة دائما هني واللي بيتعطوا الفلسفة دائما سكيبتك، هذا من باسكال بيقول عنهم مرضهم إنه الشكوك العقلية. عرف كيف التفتيش عن البواطن اللي بيقولوا بيقولوا سر الرسول بيقولوا إن الدعيت وبيال بالدعية بأنه ناس كيا فهموا قلوبهم فاتحوا أغبياء. اليوم نحن بدنا ندرس في علم كتير حلوين عم بسمعهم هلا، في علم يلي هو في ناس كتير ما فرحة. أنا بكفيني فرح الناس اللي صار نتيجة الشغل اللي بعدت لهم الفرحة بحياتهم. وفي الحقيقة بدها تتوضح أول شيء عام يسأل على هي ساعتها من قلكم بالحلقة الثانية كيف بدنا نمشي بالعلم الجديد. ولح رح تدعي على سيمينار، رح تدعي على سيمينار، على سيمينار. أنا حادث هذا المدى بدي أقول شغلة إن شاء الله نكون قدرنا نفيد الناس، يعني هيدا المهم، لانه هو اختلاف الاراء هو اللي لا يفسد الود قضيه. لا اكيد، وان شاء الله نكون قدرنا نحط النقاط على حروف وما زدنا اسئله عند الناس، بالعكس جاوبنا على بعض الاسئله المطروحه. دكتور راشد لنكون عندنا امانه ومصداقيه، الاف الاتصالات كتير تلفنوا بدهم رقمك وبحاجه لإلك، هيدي لايحه بالاسامي لانه مفروض نوصل لك اياها. اتصلوا على التلفزيون تياخذوا رقمك. صدقته أو ما صدقته، يبقى الدكتور راشد داوود عم بيقوم بعمله، وكل واحد ممكن يعني حسب نواياه وحسب قدرته على 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 ما بعرف، لا حسب قدرته على الاستسلام بلحظة لكل شيء اسمه للاستسلام لقدرته الداخلية انه بده يشفى. يمكن دكتور راشد داوود بيكون هو العنوان المزبوط. وفي كتير اسئلة ما عليها جواب دكتور انور، هيدي المشكلة. ولكن الموهبة عادة، الموهبة عادة اذا هي تمشي مع العلم ما كتير بنقدر نناقشها لانه الموهبة فطرية. بعطيكم موعد الاسبوع القادم على المكشوف عبر قناة المرأة العربية. Ha